أزرق. رامبا، هل أنت متأكد أنك لا تريد شيئاً أقل؟ زرقاء؟ نعم، هذه مثلجات العنبية التي طلبتها. أوه، يامي، شكراً يا روزي. أليست هذه قبعة بلبلة؟ نعم، شديدة الزرقاء، صحيح؟ هل سألتها إن كان بإمكانك وضعها؟ لقد تركتها على الغصن، أنا أستعيرها فقط. المهم، أحتاج أشياء زرقاء. لماذا؟ لأن اليوم هو يومي الأزرق، كل شيء يجب أن يكون أزرق، مثل مثلجات العنبية. الأمر واضح. أظن أنك ستحتاج إلى المساعدة في يومك الأزرق يا رومبا. مرحبا يا رومبا، مرحبا يا روزي. لماذا تبدو حزينا؟ رومبا يريد يوما أزرق، لكن كرته الزرقاء ثقبت وبلبل استعادت قبعتها الزرقاء. أزرق؟ لا عليك، رومبا يمكنه أن يساعدني في قطف الفاكهة الزرقاء الناضجة. الفاكهة الزرقاء؟ نعم، إذا ذهبت مع بينون لقطف الفاكهة الزرقاء، سآخذ كرتك إلى مشغل كرز وأطلب منه إصلاحها. رائع، شكراً يا روزي. أعرف المكان الأنسب لقطف الفاكهة الأكبر والأشهى والأكثر زرقة على الإطلاق. أين يا بينون؟ ها قد وصلنا يا رومبا، ابدأ القطف. أقطف ماذا؟ أين هي؟ أين اختفت كل الفاكهة الزرقاء؟ حسناً، ما رأيك؟ كرز، ما هذا الذي تفعله؟ أنا أهرس الفاكهة الزرقاء بآلة هرس. العصير الأزرق من الثمرة إلى الزجاجة، تذوقيه، إنه لذيذ. ذقت عصير الفاكهة الزرقاء من قبل، ولكن هذا أشهى كثيراً. لكن لماذا تصنع هذه الكمية؟ أصنع ما يكفيني لمدة سنة. المشكلة الوحيدة أن العمل متعب جداً، يدي تؤلمني ولم أجهز إلا كمية قليلة. ماذا لو كنتما بمساعدتي؟ لا أحب أن أتلطخ. روزي؟ أنا لا، لكنني أعرف من يحب أن يساعد. أحتاج إلى زجاجة من هذا العصير وإلى درجتك السريعة. تفضلي. مرحبا يا بلبلة، ما الأخبار؟ أتمنى لو أن هناك حفلة كبيرة كي أضع فيها أفضل قبعة عندي. لم أذهب إلى مناسبات مهمة منذ مدة. اسمعي، اركبي، عندي فكرة قد تكون مناسبة للجميع. فكرة؟ من أي نوع؟ فكرة زرقاء. عندما وصلنا للمكان اختفت كلها، لم يبقى هناك أي شيء. يا للحظ، الفاكهة لنا جميعا، لا يجوز أن تكون لواحد فقط. أنت على حق يا بينون، كلنا نتشارك فيها. مرحبا. مرحبا يا روزي. من منكم يريد شراب الفاكهة الزرقاء؟ ستحبونه. نعم، هاته. إنه لذيذ وأيضا شديد الزرقاء. لذيذ جدا. من يريد أن يأتي ويصنع المزيد؟ كرز عنده الكثير من الفاكهة للعصر. الفاكهة الزرقاء؟ إذا هذا هو سر اختفائها. حسناً، ابدأ عند الإشارة يا رومبا. ابدأ في العصر. واو، أكثر جزء أزرق في اليوم الأزرق. نجحنا، نجحنا. من الثمرة إلى الزجاجة. من الزجاجة إلى بطني. يم يم، لذيذ. الشراب ما يكفيني طوال العام. ما هي
يكفيك أنت طوال العام؟ ماذا جرى لكم؟ نعم، قد يكون صنع العصير فكرتك، لكن الفاكهة هي ملك للجميع يا كرز. كلنا نتشارك هنا. نعم، طبعاً هي للجميع. كنت فقط أمزح. شكراً يا كرز. نعم. الأزرق إلى الأبد. أنا كنت أنسى، هل يمكن أن تصلح كرة رومبا؟ طبعاً، من أجل أفضل عصار فاكهة زرقاء. هل استمتعت بيومك الأزرق يا رومبا؟ نعم، كان أفضل يوم أزرق على الإطلاق. سيمر وقت طويل قبل أن يأتي غيره. قد يكون هذا أفضل. نعم، لأن غدا يوم أصفر، وبعد غد يوم أحمر، والأسبوع القادم يوم زهري. روزي، ماذا بك؟ أنا لم أقبلك عن يوم الأرجواني. أتبحث عن شيء يا رومبا؟ أثار أقدام ديناصور، وبعضهم يطير أيضاً. أرأيتم أياً منها؟ لا، بالتأكيد. من هذا؟ ديناصور مجنح، كان يعيش في العصور القديمة. لا يعجبني شكله نهائياً. أين ريشه يا ترى؟ فليتسابق معي، لا فرصة لديه. هيا يا رومبا، أحتاجك على الأرجوحة. آسف يا كرز، أنا أصطاد الديناصورات. أنت تصطاد ماذا؟ ديناصورات. أرجوكم التزموا الهدوء، لا أريدهم أن يعرفوا أني آت. هذا أكثر شيء سمعته مضحك. ما المضحك في الأمر؟ لم يعد هناك أي ديناصورات. كلها اختفت من ملايين السنين. ماذا؟ هذا صحيح، لم يعد هناك ديناصورات منذ زمن بعيد، حتى وأنا حبة بلوط. ربما لا يمكن أن نجد ديناصوراً حياً، لكن يمكننا البحث عن هيكل ديناصور. إنها عظمة ديناصور. رائع، مستحيل. رومبا، لقد نجحنا. هيا لنخبر الجميع يا كرز. رومبا. بلبلة، لن تصدقي ماذا وجدنا. لم أرى أي شيء أقدم مني من قبل. يمكنك أن تلمسها إن أردت. رومبا، كرز أخبرنا عن عظمة الديناصور، هل نستطيع رؤيتها؟ لكني أريد أن تروها بشكل لائق. ماذا تقصد؟ انبهروا، اندهشوا ولا تتأخروا، تعالوا وزوروا متحف ديناصور رومبا. رائع. هذه العظمة كانت في الأرض لآلاف بل لملايين السنين، حتى قمت أنا وكرز بإخراجها سوياً. نعم، ربما هي لأحد هؤلاء الديناصورات. كلا، في الواقع هي لهذا الديناصور الضخم. بينون، لابد أنك متحمس، فالعظمة كانت في حديقتك. لكن إنها ليست عظمة ديناصور يا روزي. ماذا؟ لا أدري كيف أخبر رومبا بالحقيقة، لا أريد أن أخيب أمله. آسف يا رومبا، لكن ما وجدته ليس سوى ذراع جروف القديم. كنت أعرف هذا من البداية. لا بأس يا رومبا، إن لم تكن هذه عظمة ديناصور حقيقية فلتبحث عن واحدة. رومبا، ها أنت ذا. ماذا يحدث؟
يحدث؟ انتظر هنا. أوه، هذا التنكر ليس سيئاً، بارع كتنكري. لكن ألست غاضباً لأننا قد فاجأناك؟ غاضب؟ كل ما أردته طوال اليوم هو أن نحظى كلنا ببعض المرح. هذا رائع. أي نوع من المرح؟ لدي لعبة جيدة لتلعبها. رومبا، مستعد لصيد الديناصورات؟ الشجر جاهز يا روزي. أحسنت يا لين. ديناصورات، استعداد؟ انطلق. أها، تبدو هذه منطقة ديناصورات. نعم، رأيت واحداً. حسناً، لكن التالي لي. تحذير، احذروا من الديناصورات. أنا رأيتهم جميعاً، أشرس وأسرع ديناصورات في العالم. أحسنت يا رومبا. أنا بالتأكيد صائد ديناصورات أفضل منك يا روزي. أنا أسرع وأحد بصراً، كما أنني أهدأ حين أريد التسلل. احترس من الديناصورة روزي يا رومبا.